في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، نظمت وزارة السياحة والآثار عددا من الأنشطة والفعاليات السياحية والأثرية والتوعوية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع بالمحافظات. يأتي تنظيم هذه الأنشطة والفعاليات في إطار الاهتمام بتعزيز آليات تنمية الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وتعريفهم بحضارة وتراث بلدهم وبأهمية السياحة ودورها في تنمية المجتمع وتنشيط السياحة الداخلية، بالإضافة إلى ترسيخ شعور الانتماء لديهم والاعتزاز بتاريخ وحضارة بلدهم.